متأكد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن شفناكم مرة ثانية بعد أسابيع أو أكثر من انقطاع عنكم من المحاضرة الأسبوعية. اليوم أنا بتكلم عن الإلحاد، بس أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا، إن أنا لست بعالم اجتماعي أو لست بشيخ أو فقيه لكي أفتي في هذا الموضوع. سبب الكلام في هذا الموضوع أن أنا منذ كم شهر التقيت مع أحد الأبناء اللي أنا كنت بشتغل معهم من 10-15 سنة، وكان إنسان ذكي جدا 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 وبسم الله ما شاء الله، يعني لا نزكي على أحد. ورجع بلده، مش هذكر اسم بلده عشان ما اجرحوش، واشترك في الربيع العربي، وبعدها حصل اللي حصل في الربيع العربي، وصل لمرحلة كبيرة جدا في البلد قبل الربيع العربي. ففي وسط الثورة دي اللي حصلت في بلده، بدأ تتراشق الناس بالاتهامات، وصدم في بعض القيادات اللي هي الدينية، فرجع لبريطانيا وهو تارك الدين تماما تماما تماما. وانا في تركيا من 6 أشهر قابلت امرأة بردك، زوجها نحسبه عند الله شهيد، بردك مات أثناء إحدى الثورات في إحدى البلاد، وبنتها الصغيرة بدأت تظهر عليها أعراض هذه الظاهرة. فلذلك ما بين الفتاة الصغيرة اللي أمها بتحاول تحنن عليها في البيت كي بس تجعلها أنها تعيش معها، والشاب اللي أصبح سائر ومتمرد على كل شيء. من خلال زيارتي في الشهر الماضي أو في يناير لكثير جدا من الشباب في تركيا العرب، لقيت إن في شيء ماشي بين الشباب، وده بيندق عن الإحباط. طبعا نبدأ كلام الإلحاد. تعريف، طبعا انا لازم اشكر الناس اللي ساعدوني في الموضوع ده، لان الاستاذ اللي موجود عندي هنا ما حطش اسماء حد خالص، اللي هو الاستاذ احمد الحيت من السودان، واحمد الشيخ من ادلب في سوريا، والاستاذ عبد الرحمن النحاس الى اخره الى اخره، وغيرهم كتير من الناس اللي بعتوا لنا اشياء كثيره علشان نضعها في هذا السياق. التعريف بتاع الإلحاد كتير، وعدم أو أسهل تعريف، وعدم الاعتقاد أو الإيمان بوجود رب. أنا مش بقول إن في ربنا خالص، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفكر ده انتشر عقب انتشار الفكر الحر، الفكر الحر والشكوكية العلمية وتنامى تعرف في الأديان كلها. يعني هو ببسيط العبارة عدم الإيمان بوجود إله، سواء كان إله ده إله عامة، سواء كان ربنا اللي احنا بنؤمن به أو إله للناس الآخرين. ها؟ تاريخه لم يظهر الإلحاد بس أمس، لا هو من زمان، من زمان عند العرب كان فيه إلحاد، وعند الأوروبيين إلى آخره إلى آخره. في كل العصور السابقة كانت فكرة إنكار الخالق فكرة، يعني في الماضي كانت عدم وجود الخالق ده كانت مستبعدة، لكن بعد كده هو أصبحت موجودة في عندنا. في بعض ده بعض اللي هم الفلاسفة اللي موجودين هنا، هو اللي هم بيبصوا على واحد بلوتارك، قال يعني كان كل الناس لا تؤمن بوجود إله حتى لو ما أمنتش بوجود مدن إلى آخر، أرسطو والدهريين إلى آخره إلى آخره، كل دول طلعوا نظريات مختلفة في إثبات وجود الإله أو عدم وجود الإله. في التاريخ في نظر الملحدين هو تجسيد الجريمة والصراعات، ولا يمثل لديهم أي معنى أو قيمة. كل هذه الأشياء موجودة في كتب التاريخ، مش عايز ألخبطكم بأقوال اللي هم الفلاسفة الكثيرة الذين نظروا في هذا الموضوع. أنواع الإلحاد في نوعين،
من الإلحاد في نوع قوي اللي هو بينكر تماما وجود رب، وجود إله خالص، ويستعين في هذا بنظريات علمية وفلسفية إلى آخره. النوع الثاني اللي هو بيشك، اللي هو بنسميه الإلحاد الضعيف أو السلبي، وهو يكتفي بعدم قناعته في الأدلة المقدمة من المؤمنين بوجود الله. يعني تفريق ذلك، يا عم أنا مش مقتنع بالكلام اللي بيقول الشيخ الفلاني، أنا مش مقتنع بالكلام اللي بيقول العالم الفلاني، أنا مش مقتنع بالكلام اللي بيقول الست الفلانية، ده كلام يعني لا يدل على أن في إله، ها؟ فلذلك هو ما بيقولش أن ما فيش إله، لكنه مش مقتنع بأسباب وجود الإله. معتقدات كتيرة موجودة بقى في عند في ظاهرة الإلحاد دي، اللي هو في بعضهم بيقول تمشي من أول حاجة، أولها أن هو يعتنق أبرز المعتقدات دي عندهم، أول واحدة إنكار وجود ربنا سبحانه وتعالى، ثاني واحدة إنكار وجود الحياة بعد الموت والحساب والعقاب والجنة والنار، ثالث حاجة إنكار كافة المعجزات اللي ربنا سبحانه وتعالى أيد الله بها الأنبياء، وبيقولوا دي حاجات ايه رفضها العقل، ايه اللي الماء تخرج من ايديه، ايه اللي يمشي على البحر، ايه اللي كذا 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 الى اخره. رابع حاجه انكار كافه المبادئ الساميه والاخلاق العليا زي العداله والنزاهه والجمال والحقيقه الى اخره. يبقى ننظر اللي في داخل موسوعه او داخل فلسفه الالحاد، هنجد ان في اربع حاجات، اولها او اعلاها او اسفلها يعني عدم وجود الاله، ثاني البعث بعد الموت والحساب، التالتة اللي هي المعجزات الأنبياء، الرابعة المبادئ كلها. فعايز يعيش أو عايزة تعيش أو عايزين يعيشوا بدون حدود. هاي الإلحاد ظاهرة، يعني بعض الناس يقولوا ظاهرة والبعض يقول لا، طبعا هي مش ظاهرة لكنها موجودة وبدأت تتنامى، خاصة بعد موجات الإحباط التي واجهت الشباب في المنطقة العربية الحديثة. ارتفعت النسبة، يعني مفيش أمل، في إحباط، مفيش رؤية، في إحباط، مفيش مستقبل، في إحباط، في فساد، في إحباط، في بطالة، في إحباط. كل هذه الأشياء جعلت كثير من الشباب، عن حول كثير يعني، وعلى بعض الشباب أنهم إيه يتجهوا إلى أنهم يقولوا طب أنت فين يا ربنا بقى؟ ده إحنا بنتضرب كل يوم وبيحصل لنا كذا وبنموت وكذا وبنتشرد وكذا، واللي حصل في سوريا واللي حصل في اليمن واللي حصل في ليبيا واللي حصل في ميانمار واللي حصل أسفرنجا واللي حصل في تركستان الشرقية واللي حصل في الكونغو الديمقراطية واللي حصل في وسط أفريقيا واللي حصل في كل مكان. ولا طب ربنا مش رحيم؟ ويقول لك على الفيضانات اللي بتحصل بتقتل الناس، واللي بيقول لك على الزلزال اللي بتحصل بتقتل الناس، الله طب مش ده ربنا؟ فكل هذه الاشياء لما بتحصل سواء كان كوارث طبيعيه او غير طبيعيه او حروب الى اخره، بتخلي بعض الشباب ايه يبتدوا يهتزوا داخليا. وطبعا دي الهجره لاوروبا وبعدهم عن الدين الى اخره، والثقافه ضعف الثقافه الدينيه الى اخره. احنا عملنا دراسة عشان بس نتكلم عنها على الفيسبوك، انا من حوالي 3 4 اسابيع حطيت سؤالين كده في الدراسة وقلت فيها ما هي اسباب الالحاد وايه حلول مقترح الالحاد. للاسف اللي اشترك فيها 17 واحد فقط، ها 8 منهم نساء، يعني 47% من اللي كانوا في الدراسة دي كانوا من الاخوات النساء. يعني وفي اخوات مش نساء، كان في بعض الزعماء بيقول كده رحمة الله عليه. ايه الاسباب بقى؟ وده اللي كان ايه يجعلنا نقرأ هذه الاسباب ونتمعن فيها. انا قلت لكم ان انا مش شيخ شرعي ومش عالم مجتمعي، لكن دي ارقام جبناها من بعض الاراء اللي جات لنا على الصفحة بتاعتي. اول واحدة اللي لا انت قلبت الموضوع كده. أول واحدة معلش الفرد. أو الفرد بيمثل 12 من ال 41 سبب، يعني ال 17 دول كرروا 41 سبب، وأول أعلى سبب فيهم إن هو الفرد نفسه. اللي هو 29% 3/10. الفرد نفسه هو اللي بإيده إنه يلحد وبإيده إنه ما يلحدش. نمرة 2 اللي هو 26% 8/10
اللي هم 11 سبب 11 شخص يعني اللي هم الدعاه مدعي التدين من الدينين، يبقى اكبر نسبتين عندنا في المقروءه دي اللي هم الفرد والدعاه. تالت حاجه الاعلام والتواصل الاجتماعي، دول كانوا خمسه ودول بيساووا 12.2%. تالت حاجه المؤسسات الدينيه وفشلها ودول ثلاثه ودول 7.3%. تالت حاجه القدوات المجتمعيه اللي كان الناس بتقتدي بيهم ودول برضك ثلاثه واللي هم 7.3%. بعد كده الاوضاع الاقتصاديه 2 ودول بيساووا حوالي 5% 4.4%. وبعدين التطور والعولمه والاحباط والانكسار والجهل ونظام التعليم والولايه ودول بيساووا كل واحد 1.1%، يعني 2.4%. بس اهم شيء هنا موجودين عندنا اننا نجد ان الدعاء بيؤدوا، تخيلوا بقى ان الداعيه بيخلي الانسان يلحد. مسمين نفسهم دعاه دول او مشايخ او مشايخ السلطه او مشايخ السلطان، بيخلي الناس يلحد. والفرد يعني حوالي يعني 55 56% من هؤلاء من كل المنظومه دي كلها بتبقى ما بين الفرد والدعاء. دعونا ناخد بعض الامثله اللي بتتكلم عن المنظومه دي كلها لكل الاسباب دي كلها. اول مثل الدعاء والمتدينين اللي هم حوالي 27%. نمره واحد ايه بقى يا سيدي؟ بيكرهوا الناس في الدين وام الدين والمؤمن بالدين. ليه؟ لانهم بيدوا صوره سيئه جدا 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 عن الدين. هم نماذج سيئه. بعض الدعاة، مش بقول كل الدعاة، خلي بالكم، بعض الدعاة مش كل الدعاة، بعض لا تعميم هنا، لا تعميم هنا على الإطلاق. بعض الدعاة نماذج سيئة المتدينين، بعضهم فعلا أخلاقهم سيئة، تجدهم ورا الكاميرا زبالة مزابل. أنا سمعت من بعض الناس اللي كانوا بيشوفوا بعض هؤلاء الدعاة وراء الكاميرا بيعملوا أشياء غير عادية. أمام الكاميرا بيكونوا ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. دايما كثير جدا من الدعاة تتطرق للإسلام النظري أو الدين النظري التاريخي، أجدادنا وآبائنا وحضارتنا ونهضتنا. طب وبعدين أنت عملت إيه يا بابا؟ وأنت عملت إيه يا ماما؟ ولا شيء. هذا الداعية فنكوش. تطرقوا للإسلام النظري التاريخي الرقائقي المخدر، لا تجعلوا يعني كلمة قالها اسمه كده كارل ماركس إن الدين أفين الشعوب. أيوة بيستفيدوا وكملوا، يعني قد نختلف مع ماركس في أشياء كتيرة جدا جدا، بس الكلمة دي فعلا لا تجعل الدين يخدر الناس وينيمهم. بيعيشوا الناس في معزل عن واقع الحياة المجتمعية، لا يتعرضوا لقضايا الأمة على الإطلاق. هذه المجموعة من الدعاة بيعطونا إسلام أو دين العبادات والبكائيات، يعيشني كده طب ما هنبكي، طب بعد ما هنبكي هنعمل إيه؟ ها؟ خلاص بكينا وعيطنا وتأثرنا، وبعدين؟ وبعدين؟ الناس بتموت بره، وبعدين؟ الناس مش شرطة، وبعدين؟ الناس لاجئة، وبعدين؟ الناس مغتصبة أرضيهم، وبعدين؟ النساء مغتصبة، وبعدين؟ بكينا خلاص، طب وبعدين؟ ها؟ اللبس يقعد لك يطلع لك كل حاجة في اللبس، وبعد اللبس لبسنا اللبس. يعني هل المرأة اللي هي مش محجبة مش من حقها إنها تتكلم عن الإسلام؟ مش من حقها إنها تيجي المسجد؟ مش من حقها إنها نحترمها؟ هل الرجل اللي ما عندوش لحية مش لابس لحية أو جلابية ولا إلى آخره؟ فهذه الشكليات هي اللي بتخلي الشباب يعرضوا عن الدين. اللباس، اللحيه، القشريات، عدم وجود خطاب ديني واصل. يعني احنا بنتكلم عن حيزبون عايش من 1000 سنه في مكان ما، واحنا البلد بتاعتنا محروقه، منهوبه، مسروقه، مغتصبه. مفيش حريات، مفيش 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 مفيش. تتكلم عن ايه؟ هذا الداعيه او هذه الداعيه. عدم وجود خطاب ديني مناسب للواقع المجتمعي، سواء كان من الناحيه المجتمعيه، الثقافيه، التكنولوجيه. عمر الناس 50 ل 60% من اي مجتمع دلوقتي في العالم العربي شباب شباب شباب. اهم حاجه عندهم الكوره والمسابقات اللي هي بتاع من يربح المليون
وعرب ايدولز والحاجات دي كلها والاغاني والحفلات الى اخره الى اخره. الاخلاق الخطاب الاخلاق كده، استخدام الدين واقحام الدين في مناصره حكم سيء، حكم غاشم، حكم ظالم. وده بيجعل الشباب الصغار ان هم يبعدوا عن الدين، لان صاحب هذا الدين يعتقد ان هذا الفرد او هذه المراه او هذا الرجل هم المشرعين او هم سوري المنظرين في الدين. الحروب باستخدام الدين واقحامه في مساله الحكم السيء في ان هو سبب الحروب، وجعل الدين شريك حليف للسياسه والسياسه. يعني حينما يدخل الدين يكون حليفا للسياسه، هذه تكون طامه كبرى، لان السياسه كل يوم بتتغير 24 مره في كل ثانيه وفي كل ساعه وفي كل دقيقه او اكثر او اقل. ربط الدين باسباب الحرب، يقول لك يا عم بيحاربوا الدين هو السبب. طب انت مالك ايش دخل الدين في الحرب دلوقتي؟ كل حرب بتدخل فيها الدين علشان يزودوا اللايكس. احنا عملنا من سنه او سنتين محاضره اسمها على اللايكس والهاشتاج. يقول لك الدين هو الناس دول عشان مش اخر ما عندهمش اخلاق ها وكذا، ربنا جاب لهم زلزال، ربنا كذا. يعني طب يعني انت كل شويه هتقحم الدين فيها، كوارث طبيعيه، الحروب، الزلازل، البراكين، اللي 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 اللي. فالشباب فقدوا الثقه في مثل هؤلاء الدعاء، في مثل هؤلاء الدعاء من مجموع الدعاء كله. ها تغيب العلماء والدعاء الحقين والمهمومين بقضاء الأمة. يعني في ناس أصحاب رأي عندهم استقلالية، دول لا ما يطلعوش في التلفزيون، دول لا ما يطلعوش بكذا كذا، وممكن دول كمان هم اللي يسجنوا ويعتقلوا أو يغيبوا أو يعدموا إلى آخره إلى آخره إلى آخره. ده بالنسبة للأمثلة بتاعت الدعاء. بالنسبة للفرد، من الفرد نفسه بيقرأ التاريخ قراءة خاطئة، مش فاهم التاريخ، بيفسره على مزاجه اللي هو ده حوالي 29% أو 30%. الصدمات المتنية اللي بتيجي المجتمع بتاعه، الفراغ اللي عند الشباب، يبقى الانسان ما عندوش حاجه يعملها، ما عندوش هدف في الحياه، ما عندوش اي شيء يعمله، ما عندوش رغبه انه يلتزم بالاشياء المحدده. مش عايز بقى حاجه دي لك تلبس كذا ما تلبسش كذا، تصلي الساعه كام، تصحى الساعه كام، تنام الساعه كام، تاكل ايه ما تلبسش ايه، تقول ايه ما تتكلمش ايه. مش في بعض الشباب مش عايزين ان هم حد يحدد حريتهم. بقى الفراغ، عدم الرغبه في الالتزام بالاشياء المحدده، الحريات، اهدار الثقه. كل الشاب مش واثق، ضعيف الايمان، مش واثق في اللي هو بيقوله. تكرر الازمات وكوارث الحروب، لما يلاقي ان بلده فيها ازمات كتيره جدا وحروب كتيره جدا، يقول لك طب فين بقى ربنا، استغفر الله العظيم الى اخره. يبقى الشاب هو سبب اللي هو الاتجاه لهذا الاتجاه. رده فعل، يعني ايه العقل الجمعي؟ رده فعل العقل الجمعي يعني المجتمع. لو انا تصرفت تصرف، يعني مثلا انا كنت في لندن امس وشفت شاب انجليزي ابيض حاطط روج ولابس نظاره وحاطط ميك اب على وشه ولابس البلتو بتاع ده احمر على اصفر على كذا وجزمه حمراء. الشاب ده انا افتكرته بنت خلاص. لما قرب وبصيت لوشه حسيت انه ولد، لما قلع نظاره عرفت انه ولد. المجتمع بقى، هل ننظر لهذا وتبقى رده فعل العقل الجمعي ليه؟ يا ابني مش عارف ايه، امك ايه، ابوك ايه، خالتك ايه، عمتك ايه، رايح فين؟ ولا نعتبر ان هذا الشاب خرج خروجه؟ كيف نحتويه مره اخرى؟ كيفيه الاحتواء وارجاع مثل هؤلاء الشباب الى حظيره الاخلاق وحظيره الايمان الى اخره. رد فعل العقل الجمعي على تصرفات الافراد الشاذه عن المجتمع بطريقه فظه وغير معتاده. اما يقرا الشاب بالتاريخ قراءه خاطئه، لما تحصل صدمات متتاليه، او لما الناس تصاب بامراض خطيره تقول لي يا ربنا ليه انا اموت؟ ليه بنتي تموت؟ ليه خالتي تموت؟ ليه عمتي تموت؟ ليه راجل يموت ويسيب 10 اطفال؟ ربنا ارحم على عبيده منا كلنا. واحد ناس بيقول لك ايه؟ يعني دايما نذكر ان ايه الذكر يعني يفضل على الانثى. ده بيخلي كتير جدا من البنات تاخد خطوه لورا. التدين الشكلي والالحاد القلبي، في بعض الناس بيكون قلبهم ملحد لكن مش قادرين ايه يعلنوا، بيقولوا اقرب للنفاق. ها؟ فلما بيقعدوا في مجالس خاصه بيطلعوا بقى اللي في قلبهم. وفي اسباب كثيره جدا ترجع على الفرد ايضا كذلك.
الاعلام، لانه هو المجموعه الثالثه دايما الاعلام بيشوه صوره الدين والدينين او ينشر الشبهات دايما كثير جدا، مش كل الاعلام، غالبيه الاعلام حاليا بينشر الشبهات، ينشر الشبهات فقط وينشر الافكار الغريبه والشاذه، ولو في حد كده هو عمل حاجه قد كده هو ومحدش خد باله منها، يوم الاعلام مهيج الدنيا عليه. المؤسسات الدينيه اصبحت ضعيفه ومهمشه وادوارها غير فعاله. اصبحت يهاجموا مثل هذه المؤسسات الدينيه بايه؟ بالحريات والديمقراطيات. والناس عايزه تقول رايها، سيبهم يتكلموا، انتشار الحريات الدينيه، الحريه الدينيه بلا حدود ها تحددها او تقيدها. والامر الاخير بقى اللي هو اسوء الامور هو تاسيس المؤسسات الدينيه وتغييب العلماء الحقيقيين، يعني خلي في مؤسسه بقى لها 100 سنه 200 سنه 500 سنه مالهاش دعوه بالشارع السياسي، سيبها سيبها تكون مرجعيه، لا لازم تكون تبعي، لازم تكون تبعي لان تاخده في الاطار السياسي بتاعي. القدوات، يعني في يوم من الايام كان قبل يعني ما حدث في الربيع العربي، الثورة بتاعت الربيع العربي في 2011، كان في رموز غير عادية سقطت، كان في رموز غير عادية اختفت، كان في رموز غير عادية طلعت نافسنا. ده بيخلي الإنسان يقول معقولة شابة أو شابة الشت دي أو الراجل ده اللي كان بيقولنا كذا وكذا 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 وقال الله وقال رسول وقال 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 بقوا كده بقوا كده بقوا كده، فده بيعمل هزة عدم ثقة في قلب الشباب جميعا. الأوضاع الاقتصادية، نحن نتكلم عن البطالة، شاب خرج من كلية هندسة من كلية تجارة من كلية كذا أو من معهد عالي وقعد سنة وسنتين وثلاثة وخمسة ما عندوش وظيفة وأصبح في فراغ، واللي بعدها الفقر كذلك. ايه الحلول بقى؟ قعدنا نتكلم كده ونزعق ونمخمخ ونعمل في المشاكل واسبابها. اول حاجه، اذا لا وجدتني انا ملحدا فلا تتعامل معي ابدا على اني مريض. اخيني، تكلم معي كانسان، تكلم معي كبشر، تكلم معي كرجل صاحب راي او امراه او بنت صاحبه راي. تعامل بشكل طبيعي، عدم التعامل معهم على انهم مرضى، التعامل بشكل طبيعي انساني اخلاقي معهم. احترامهم، يعني زي ما ذكرت عن الشاب اللي انا اتكلمت عنه والفتاه الصغيره، الشاب اللي رجع من بلده لبريطانيا في امه محتضناه. امه محتضناه. وانا زعلان جدا عليه، ليه؟ لان اعرفه جيدا. والمراه اللي انا قابلتها وزوجها مات في احداث الربيع العربي، بنتها المحتضنه البنت بتقول انا خايفه ان بنتي تمشي وتسيبني في يوم من الايام. احضنهم مراعاة حاجياتهم ورعايتهم وكتمان اسرارهم، اوعى تخرج تقول ان فلان كذا او فلانه كذا ابدا عشان ما تجرحهمش في المجتمع. تاني حاجه بالنسبه للمؤسسات الدينيه، نحدثها، مفيش فيها امكانيات، مفيش فيها كفاءات كبيره، مفيش فيها استثمارات، مفيش فيها حريه، مفيش فيها استقلاليه. نمره اربعه، توعيه المجتمعات وخاصة من الشباب بإيه؟ بالجانب الديني. الجانب الديني مش جانب كهنوتي، مش جانب طقوسي، مش جانب عبادي فقط، الجانب الديني جانب مجتمعي يحيي أفئدة الناس لكي يستطيعوا أن يبنوا المجتمعات ويحموها. توظيف الدين بشكل إيجابي ها في المجتمع، فيصبح الدين جزء من بناء الحياة داخل المجتمعات. يعني نذكر في مواعظنا الأمثلة الجيدة لكيف تحول الدين لقيمة مجتمعية ولمشروع مجتمعي ولبناء مجتمعي ولنهضة مجتمعية ولحضارة مجتمعية. ونحوله حاليا كما ذكرت في مثالين قبل كده، واحد اسمه عبد الستار ايدي باكستان، والتاني كان اسمه اللي في مصر كان اسمه ايه؟ مهندس اسمه ايه؟ فاكر المهندس اللي كان من تفاهنا الاشراف، فاكر الاسم ده؟ رحمة الله عليه يعني. فتحول الدين لموسوعه مجتمعيه في المحافظه بتاعته، وعمل 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 بالدين العملي،
بس الدين النظري اللي هو بيخدر الناس. اعطاء الحرية لكل الدعاء، كل الناس. انا حتى اقول لك الناس اللي ضد الاسلام اديهم الحرية يتكلموا، بس ادي الناس تانيين يتكلموا كذلك، ادي ده يتكلم ودي ده يتكلم. دمج الشباب في برامج التغيير المجتمع الحقيقية، مش حاجات وهمية، حاجات فنكوشية، حاجات لحظية، تلبية احتياجات الشباب اللي هي النفسية والاجتماعية والتربوية. لابد ان اعرف في المدارس والجامعات ايه اللي محتاجه الشاب والشابة، يكون منهاج الدراسي جزء منه بناء على نفسية الشاب والوسائل التربوية اللي هربيه بها هي او هو. بناء الوازع الدين على اسس منهجيه، مش اي كلام كده، اي كلام لا ما ينفعش. المجتمع بتاع المجتمع بلدنا اصبحت معقده ومركبه ومتواصله ومتقاطعه في نفس الوقت. عمل برامج للدعم النفسي، ونعتبر ان مثل هؤلاء هم ابنائنا وبناتنا. طالما هم احياء ففي فرصه اننا نتواصل معهم. الاستثمار في منظومة التطوع، وانا بقول دي من التطوع، وجعلها ثقافة مجتمعية وجزء هام من المناهج الدراسية. ده كان عرض سريع انا عرضته، لان اصبحت ان انا ارى ان هذا الموضوع اصبح صعب. دعونا نتفائل. في محاضرة عن موجة الالحاد للعالم المفكر ابو زيد المقرئ الادريسي، قال ان الالحاد ظاهرة صوتية اكثر من انها ظاهرة حقيقية مجتمعية. ازاي بقى؟ وذلك لأن الكثير من النخب من مدعي الحداثة الذين أصبحوا متنفذون في الإعلام السياسي والاقتصادي والديني والاجتماعي وخلاف ذلك، ها، لهم صوت عالي جدا 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 جدا. وذكر الإدريسي في المحاضرة بتاعته اللي كانت في قطر من حوالي شهر دراسة اتعملت منذ 5 سنوات، وقال فيها إن المعلنون المجاهرون بالإلحاد 12% من الدراسة دي، والحائرون لا يدرون ولا يعرفون وجود الاله اللي هم يعني شاكين، ولا يريدون ان يبتوا في الامر، ولا يعرفون ان ينبغي مناقشه الامر او لا، ولا ينطبق عليهم قول الشاعر الي وماضي الجديد لا اعلم من اين الى اخره. ابصرت طريقا قدامي فمشيت لست ادري. 12% دول الحيار. اما المؤمنين بالدين سواء كان دين ده مسلم اسلامي او مسيحي او لا، هم 85.9%. يعني بعد كل الظاهرة دي وكل ما يبرز في الإعلام لكي يشوه الدين ويبعد الناس عن الدين، لما زال في هذه الدراسة 85.9%. في كلامه هو المقرئ الإدريسي يقول ليست قيمة في هذا الإحصاء، بل قيمة في زمن الإحصاء، زمن الحرية دلوقتي. نحن دلوقتي مش في عصر محاكم التفتيش أبداً، احنا في عصر الحرية، وخاصة الحرية لمن يخرج عن الدين. ليس القيمة في هذا الإحصاء، بل القيمة في زمن هذا الإحصاء، زمن الحريات. ولا أحد ممكن أن يخاف اليوم لا من الحاكم، من محاكم التفتيش ولا محاكم الإسلام ولا غيره، إن الملحد لا يمكن أن يمسوه شيء ولا أحد يتحدث معه. ولكن في زمن الحريات هذا الإحصاء له مصداقية أكثر من 90%. مشكلة هنا بقى في ايه؟ انه الاعلام الذي تربى عليه هذه الزمرة من سحرة فرعون، لان سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. والعجب انهم امنوا باله موسى عليه السلام فيما بعد. اما سحرة فرعون اليومين دول مش عارفين احنا مؤمنين بايه؟ والله اعلم. من يريد ان يتواصل معي دي الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها، يبقى بنتكلم عن هذا الامر ان احنا لابد ان نتعامل معه كأنه أصبح جزء من المشاكل المجتمعية المهمة لا نغفل عنها. جزاكم الله خيرا، ونلتقي بكم إن شاء الله في خلال 10 دقائق من الآن مع نفس المحاضرة لـ Apostasy. We're going to meet in about 10 minutes about apostasy or godlessness in English إن شاء الله. سلام عليكم. 10 minutes إن شاء الله.